طب انا عايز اشوف الفيديو بتاعي. طب ما تدخل تشوف على اليوتيوب. لا معيش هنا يوتيوب. طب انت بتنزل فيديوهات ازاي؟ بصورها دي ومنتجها، عامل لها مونتاج. يعني مونتاج يعني؟ طب جوه كده تنزل يعني تقدر تعمل؟ لا مش على الموبايل، على الكمبيوتر. كمبيوتر لازم كمبيوتر. يعني انت قوم ايه، انا مصورك مثلا دلوقتي ها، وقوم ايه، وقوم فاصلني نفسي كده. عايز بقى احط المشاهد دي كلها جنب بعض عشان تطلع كلها ايه، فيديو واحد. يعني مش كله في نفس الوقت. لا مش كله في نفس الوقت. يوسف نجم مصر القادم. هي صوره ايه عشان بعد كده مش هنعرف نتصور معاه. ماشي، عايز حاجه؟ سلام. رايح فين؟ رايح فين؟ انا رايح اصلح العربيه، في حاجه فيها مش مظبوطه. نروح بقى ايه نشوف العربيه مالها. العربيه فيها مشكله. ايه هي؟ انا مش عارف، بس ان شاء الله سهله. يعني من اكتر الحاجات اللي انا سالت عليها اللي هو ايه، ايدي بتتهز وانا برسم، او ايدي مش ثابته، او مش عارف اتحكم في ايدي. هي دي عادي، هي بتظبط بالتمرين. يعني هو في تمرين كده حلو ان انت ارسم دوائر بحيث انها تطلع الدايره مظبوطه جدا. هي مش هتطلع مظبوطه اكيد يعني، بس انت حاول توصلها لاقصى درجه ممكنه، مش لازم تطلع برجل، بس حاول. روح بقى ان شاء الله، ادعوا لي تكون حاجه بسيطه في السياره. سلام. الموضوع غالبا تيل فرامل. اذنك خلينا نرسم على الرسم. تعالي. طب هنا. طب هنا. لا هنا حته فاضيه. طب ده حلو. ده خالد رسم حرامي وسارق الفلوس وبيجري ووراه عسكري، وده عربية البوليس. حلوة خلو ده. والنجمة بتاعته. والنجمة بتاعته. طب هو العسكري بيجري ولا بيضرب تعظيم سلام؟ هو في ايه ولا في ايه الوقت؟ عشان الناس يعرفوا ان هو بوليس. نرسم عربية. عربية؟ نرسم ازاي؟ لا بس اعملها عربية بوليس. لا بعربية عادية. لا اي عربية. انت رسم عربية بوليس صح؟ عربية بوليس. طب فين بنعمل حاجة؟ أنا لسه ما كملتش. انت اللي هو انت؟ عن اذنك خلود؟ انت مين اللي قالك تلون؟ عادي مفيش حد قال لي، بس عادي. يعني انا بقعد برسم كده وانت تقوم داخل الملون؟ عليك. انت راسم دي جيش سايق عربية بوليس؟ جيش سايق عربية بوليس. بس ده حاجة وده حاجة يا محمد. ده حاجة وده حاجة؟ يبقى انت ايه، انت عملتها ليه بقى؟ أصل صاحب العربية دي عيان، فأنا خليت واحد جيش يسوقها.